الآية اللي بعدها إن تكفروا، إذا بتكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. طب ما دام لحظة، فإن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لأنه بعض الناس مرات بيسأل بيقول هو الله سبحانه وتعالى محتاج عبادتنا؟ بتذكروا هذا الكلام كان أشرنا إليه سابقا، الله محتاج عبادتنا؟ طب ما احنا بنكتشف في النهاية إن الله تعبدنا بمصلحتنا، هذه رحمة فينا. الله جعل مصلحتنا والحفاظ عليها عبادة له. كيف اليوم لما بالقانون حتى يمشي القانون في أمة من الأمم بينسبوه لسلطات عليا، مشان يمشي القانون بينسبوه لسلطات عليا، فالله في أوامره ونواهيه من أجل صلاحنا دنيا وآخرة اعتبر التزامنا بأوامره ونواهيه عبادة له، مع أنها مصلحتنا نحن، إحنا المحتاجين نعبده، إحنا المحتاجين نعبده. فذلك لا يصح السؤال هو بحاجة عبادتنا. لذلك إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن أنتوا عباده لا يرضى لعباده الكفر. من ناحية هو من جهته هو سبحانه غني عنكم، مش محتاجكم، أنتوا المحتاجين، مش أنتوا عباده أنتوا المحتاجين، لأنكم عباده محتاجينه لا يرضى لكم الكفر، لأن الكفر متناقض مع مصلحتكم. إذا عبادته هي اللي تتوافق مع مصلحتكم. ولذلك لاحظوا لما الله سبحانه وتعالى بيأمرنا بالأمانة وبيمنعنا من الخيانة، مين يستفيد؟ نحن. لما يمنعنا من القتل، قتل الأنفس إلا بالحق، حتى لما نقتل بالحق برضو لحماية المجتمع، ولكم في القصاص حياة. إذن كل ما قيل إنه هي عبادة لله بتكتشفوا في النهاية إنه أنت قاعد بتتحقق مصلحتك أنت فرد ومجتمع. وبالتالي إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن أنتوا عباده مش هيك؟ ولا يرضى. إذن المسألة من جهة إيش؟ من جهة كونه هو محتاجك، ولا من جهة لا يرضى لك؟ إذن هو لك المسألة، إيه لك المسألة؟ لاحظوا شو قال؟ ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. إيش بيرتضي لعباده؟ الشكر. لاحظوا إنه هنا الكفر تكفروا قابلها إيش؟ تشكروا، مع إنه ممكن نقابل الكفر بالإيمان. مش احنا معتادين نقول كفر وإيمان؟ كفر وإيمان؟ هون ايش قابلت الكفر؟ شرك. شكر. اذا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، لانهم عباده، كيف بده يرتضي لهم هذا؟ هذا مش لمصلحتهم. وان تشكروا يرضاه لكم، لانه لمصلحتكم اصلا. مش هيك؟ يرضاه لكم. اللي قابلت اي نعم، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، الحديث المشهور، كانوا على اتقى مش هيك قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي. في المقابل لو كانوا كلهم على افجر قلب برضو ما نقص. طب ولا ايش القضيه؟ انتوا هذا الكم. وبالتالي قلنا هون ان تكفروا وان تشكروا شكر. ايش الشكر؟ الشكر في اصل المعنى فيه معنى اظهار الشيء الجميل، اظهار في الاصل، هيك في الاصل المعنى الاصلي، اظهار المعنى الجميل. شكر
وبالتالي الشكر ايش الجميل اللي انت ممكن تظهره ويظهر منك. الجميل اللي يظهر منك حتى تكون شاكر انه في منعم انعم عليك. المنعم في حق النعمة وحق المنعم. في حق النعمة بالتالي حق ايش؟ المنعم. فعندما تقوم بالشيء اللي تؤدي فيه حق النعمة وحق المنعم وقتها بنقول عنك ايش؟ شاكر. لحظة، في نعمة انعمها عليك، في نعمة انعمها عليك، كل نعمة لها حق وهو حق المنعم، فبالتالي يجب ان يظهر منك الشيء الجميل انك تقوم بحق النعمة. عندما تقوم بحق النعمة تكون ايش؟ شاكر. اذا الشكر فيه اظهار، لاحظوا الان، الشكر فيه اظهار لشيء جميل، والكفر فيه ستر. اذا لاحظوا ليش جابهم مقابل بعض، لانه شو معنات الكفر اصلا؟ شو معنات كفر؟ شو معنات اكفري العجين يا بنت؟ مش في هيك كانوا يقولوا زمان ايام العجنة، بس اليوم نسيتوها لانه كله صار اليوم في شو اسمه، اكفري العجين يعني غطيه. تستخدموه ولا لا؟ بطلتوا تعرفوا صحيح انتم الاجيال القديمة بتعرفوا يا حج ولا بتعرفوش؟ اكفري العجين. وسمي المزارع كافر لانه يغطي، بيبذر البذرة ويغطي، بيبذر الكبر، لانه الكفر فيه معنى التغطية، مش هيك؟ فيه معنى. هي ليش سميت كفر؟ هي بيقولوا كفر بس هي في الاصل كفر، الكفر لانه بلاد زراعيه، مش هيك؟ وبالتالي اذا الكفر فيه معنى التغطيه، والشكر فيه معنى ايش؟ الاظهار، فيه معنى الاظهار. كيف؟ اي ايوه، لذلك بنقول احنا كفران النعمه وشكر النعمه. كفران بنستخدمه ولا لا؟ كفران النعمة. هون في الكفر اذا في تغطية، في الشكر في اظهار. لاحظوا الان بنوضح اكثر من بلورها ان شاء الله. لذلك جاب هين مقابل بعض الان، ان تكفروا، والكفر على فكرة كفرين، كفر بالاعتقاد وثق كفر بالسلوك. هل خيط واحد يسجد لصنم هذا مش كفر بالسلوك؟ إذا في كفر باعتقاد وفي كفر بالسلوك. وجيد تنتبهوا إنه برضو في كمان كفرين، كفر يخرج من الملة يخرج من الإسلام، وكفر لا يخرج. إذا كما قالوا كفر دون كفر، يعني في كفر بيخرج، زي مثلا كفر النعمة، هذا لا يخرج من الإسلام. فالكفر إذا من جهة الاعتقاد ثم من جهة السلوك. في منه اللي من جهة الاعتقاد يخرج من الدين، وفي منه لا يخرج، وفي منه من جهة السلوك يخرج من الدين، وفي منه لا يخرج. لذلك قتال المسلم ايش؟ كفر. هذاك مسبته فسوق، وقتاله كفر. مقصود فيه الكفر المخرج من الملة؟ لا، مش مقصود فيه الكفر المخرج من الملة. ولما نقول فلان كافر للنعمة مش مقصود انه نحكم بكفره المخرج من الملة، تمام؟ لذلك ان تكفروا، شوف معناته نقيض الشكر هون بتكلم عن بالدرجة الاولى سلوكياتنا النبع عن اعتقاداتنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا، هي قابلتها تشكروا اللي هي إظهار النعمة للقيام بإظهار، إظهار ما يدل على إنك أنت تقدر النعمة. طب نشوف من صور المسألة التقدير النعمة، نأخذ صور. الله سبحانه وتعالى أعطى مال أدى إلى طغيان، معناته هذا إيش؟
هذا شكر؟ لا، لأنه لم يضع النعمة في موضعها. إنسان أعطى الله سبحانه وتعالى مال فأنفقه في الخير، هذا وضع النعمة، إذن هذا شاكر، والثاني كافر. الثاني النعمة اللي استخدمها في غير طاعة، استخدمها في معصية. البصر نعمة ممكن تستخدم في طاعة، ممكن تستخدم في معصية. أنو الشاكر؟ من يستخدمها في طاعة. أنو اللي ممكن بيكفر النعمة قاعد؟ يعني أنت أعطاك البصر مشان تعصيه، طيب، وأعطاك القوة مشان تبطش بالناس، أعطاك الحكم مشان تخون الأمة ولا مشان تكون عادل فيها وتراعي مصالحها. إذن لذلك احنا بهمش ان المثال القديم نرد نحيي لكم اياه نوضح بعض معاني الشكر اللي ضربنا. المثال التالي قلنا عادة بصير بين الناس هدايا بيهدوا بعضهم، واحد اهداك قلنا قميص تمام. انت بدك الان لحظة جيت قلت له، مسكت القميص هيك قلت له شكرا لك والله انا خجلان منك، افهمها، شكرا لك انا خجلان منك على راسي، واخذت قدامه وحطيتها في الزبالة القميص، انت شاكر؟ مع ان كنت اشكرك، مع ان كنت اشكرك جيت وضعته وين؟ في الزبالة، مع ان كنت اشكرك. واحد ثاني ما حكاش ولا كلمة، مثال اذا بتذكره، ما حكاش ولا كلمة، راح دخل على الدار شوي ما شفناه الا راجع لابس القميص وبيعمل هيك ومبسوط وبيضحك وما حكاش ولا كلمة، لابسه وايش مبسوط فيه. هذا السلوك شكر ولا لا؟ في الطف من هيك شكر؟ في الطف من هيك شكر؟ اما هذا قال له شكرا على راسنا وحطها في زباله قدامه، هذا شاكر؟ هذا هي كلام القضية؟ هي كلام؟ لا، ما تحكيش ولا اشي، بس حطها في موضعها، هاي لبستها وهي مبسوط وقعدت قدامه. وفي ناس كمان لما بيجيهم احيانا حلويات ولا اشي بتلاقيه راح فتحها وبدأ يضيف اهل البيت وظهر عليهم وكذا، بنبسط اللي جايبها بنبسط، هذا شكر بدون ما يحكي. اما الاحظ الحلويات وانا طالع واذا محطوطة في الحاوية، ايش هذا؟ فالشكر ان تضع، يعني من ضمن معاني ان تضع النعمة في موضعها، كل نعمة لها موضع. ومن هون معنى قلنا معناه لاظهار الشيء الجميل. انت الان في نعمة، شو الشيء الجميل اللي بدك تظهره انت في شكرها؟ ولذلك قابلهم بعضهم كفر ومقابلها هان شكر، وممكن مرات كفر ويقابلها كلمة ايمان، اذا بنقصد بالكفر جانب اعتقادي مقابلها جانب ايماني. بس مرات قضية السلوك هون قابلها شكر، قابلها شكر. طيب، وان تشكروا يرضه لكم. الغريب انه بعض الفرق قديما هون ولا يرضى لعباده الكفر، خاضوا في هذه القضية يرضى. قديش بقي معنا؟ انهم خاضوا في هذه المسألة، مسألة يرضاه. ايش يعني يرضاه؟ ايش يعني يرضاه؟ بعضهم قال انه الارادة والرضا هون اشي واحد، يعني هون يرضاه يعني يريده يرضاه. تجد هذا في بعض الفرق وفي بعض كتب التفسير انه يرضاه يعني يريد، وهذا كلام غير صحيح اطلاقا. وقلت الان بدي اتعرض لها لانها واردة في كتب التفسير، لانه اولا هو قال لا يرضى، وقال يرضاه لكم. طيب ماشي، ما قالش يريد، فكيف يعني بتجعلوا انتو يرضى بمعنى يريد؟ والغريب في بعضهم شو قال؟ لا يرضى لعباده، يعني المؤمنين، لا يريد لعباده المؤمنين الكفر. اشي عجيب،
الله سبحانه وتعالى عندما يقول عبادي وعباده وعباد لنا كل البشر مؤمنهم وكافرهم مؤمنهم وكافرهم. كن قال لك هذا فيها تشريف مش صحيح لما يقول عبادي وعبادنا وعباد لنا أبدا ما بتعني مؤمنين بأي حال لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وهون إذن ولا يرضى لعباده قال عباده المؤمنين وجعلوا يرضى بمعنى يريد. وإذا بتذكروا في بعض الدروس السابقة ميزنا بين إرادة وأمر وهون بدنا نميز الآن بإرادة. إرادة إذا أراد الله شيء أن يكون لابد أن يكون وإذا أراد الله لشيء أن لا يكون لا يكون. نفهم هذا. وقلنا شو أراد الله للبشر؟ أراد يكونوا كلهم أهل مجبرين على الخير؟ لا. كلهم مجبرين على الشر؟ لا. ولا إيش أراد لهم؟ أراد لهم يكونوا مخيرين. أنا إيش بختاره ضمن إرادة الله ولكن بحاسبني على مخالفة أمره مش على مخالفة إرادته. فيش كائن بيستطيع يخالف إرادة الله. فيش كائن يستطيع أن يخالف إرادة الله إذا أراد. فبيسألكش عن مخالفة إرادته. ليش مين بيقدر يخالف إرادته؟ ليش مين يقدر يخالف إرادته؟ هاي ردنا عدناها هنا لأنهم قال جعلوا لا يرضى يعني لا يريد لعباده يعني المؤمنين. إيش هذا؟ هذا غير صحيح الكلام. لأنه يعني يريد للكفار الكفر ولا يريد للمؤمنين. الله يريد للكفار الكفر. هذا صفوا غير مخيرين. صفوا غير مخيرين. قد يريد لهم عندما يعاقب. قد يريد لهم عندما يعاقب كقوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. هم بيريد له انه ينصرف بصرف. اما في الاصل لا. في الاصل كعقوبة وبالتالي ولا يرضى لعباده بشكل عام. مش لمصلحتهم اصلا. مش مصلحتهم انهم يستروا النعمة وما يشكروهاش. ولمصلحتهم يشكروها. وبالتالي بيرتضي لعباده هذا وبيرتضيش هذا. مش بريد. مش بريد. اذا هذا المرة الثانية منميز قلنا ايش معنى ارادة. ارادة. وقد يكون في وقت من الاوقات ان شاء الله بلكي يتحلنا مجال نفرق بين الارادة والمشيئة. ليش احيانا تستخدم مشيئة؟ ليش احيانا تستخدم ارادة؟ احيانا يقول يشاء احيانا يقول يريد. بس بشكل عام خلينا هنا في موضوع الإرادة. إذا أراد الله شيء أن يكون يكون. أراد أن لا يكون لا يكون. طب أراد أن يخير مخيرين هينا. أراد مخيرين هينا. وأصلا إذا مش مخيرين بسألناش. وأصلا إذا مش مخيرين بسألناش. في الإشي اللي ما خيرنا فيه بسألناش. إذا شو معنى لا يرضى لعباده الكفر؟ زي ما أنتوا فهمتوها بالضبط. لا يرضى لي لعباده الكفر زي ما فهمتوها. وان تشكروا يرضه لكم افهمناها. لانه في النهاية لمصلحتنا ويرتضيه لنا. لا يرتضي لنا الكفر لانه مش مصلحتنا ويرتضي لنا الشكر لانه هو اللي في مصلحتنا. ورجعنا منقول تعبدنا الله بمصلحتنا. تعبدنا الله بمصلحتنا. قديش بقي؟ طيب اذا نعيد الايات. خلقكم من نفس واحده وجعل مش وخلق وجعل منها زوجها ثم عفوا ثم جعل برضو لاحظوا ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق
في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. في تكمل الآية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.